لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بس تعليقا، يعني أنا مش من هؤلاء الأعلام ولا حاجة. بلا شك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق ممتلئ بكثير من العظات ومن العبر، ويحتاج السالك في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بدين الله عز وجل والعمل كذلك لدين الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن تكون هناك مفاهيم واضحة. وكلما وضحت مفاهيم الإسلام في أعيننا، كلما كان قدرة كل واحد منا على العمل لدين الله سبحانه وتعالى أعظم وأقوى وأقدر بإذن الله عز وجل. ولعل من أبرز هذه المفاهيم ما يوجد في قول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله سبحانه وتعالى في هذا الجزء من هذه الآية يؤكد سبحانه وتعالى أن الحق هو الأقوى، وأنه هو الذي ينتصر في نهاية الأمر، وأن الباطل مهما انتفش ومهما علا ومهما كان له من بروز فهو في حقيقة الأمر زيف وليس حقيقة. ولذلك يقوى قلب المؤمن وهو في صراعه مع الباطل، يقوى بما معه من الحق، ويعلم تمام العلم أنه منتصر لا محالة، وأنه وهو في ذلك الطريق يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن الله سبحانه وتعالى ممكن لمنهج الحق شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك، هو الذي أكد عليه سبحانه وتعالى، وأنه لا وجود للباطل مع وجود الحق. فقط مهمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والواجب عليهم هو أن يتبنوا ذلك الحق وأن يعملوا به وأن يدعوا إليه، فإذا قاموا بواجبهم فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم وينصر بهم ذلك الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الحق والباطل، ذكر الله عز وجل الحق من أين يأتي، والباطل كذلك من أين يأتي، مصدر كل طريق من الطريقين ومنهج من المنهجين. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الباطل وذكر عز وجل أهل الحق، ليتعرف الإنسان بسمة الحق على أهل الحق، يتعرف الإنسان كذلك بسمة الباطل على أهل الباطل. ونحن يزيد الأمر عندنا على مجرد أن نعمل بالحق في أنفسنا أننا نريد أن ندعو إليه، وهذا يستلزم منا دورا زائدا على مجرد العمل في أنفسنا وفي خصتنا، بل إنه يستلزم منا دورا أعظم من ذلك بكثير لعلنا نشير إليه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد تقدمة بسيطة تصور ما نحن فيه الآن. ثم بعد ذلك نتكلم عن دورنا، دور كل واحد منا كفرد، ودورنا عموما كمجموعة وجماعة وكيان له أهداف ويطمح إلى تحقيق هذه الأهداف. لابد أن يكون لنا دور واجب في حلقة من حلقات الزمن ونحن نسير في هذا الطريق العظيم في طريق الحق حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. الله سبحانه وتعالى ذكر وهو يتكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن أتباعه، ويتكلم عن ما معهم وهو الحق، وتكلم كذلك سبحانه وتعالى في المقارنة والمقابلة عن الكفار والمشركين وأهل الباطل، فقال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. المتأمل في هذه الآيات يجد أن الله سبحانه وتعالى ميز بين الحق والباطل، فلا لبس بينهما أبدا ولا يلتقيان بحال من الأحوال، سواء كان ذلك في أولياء كل منهج من المنهجين، أو سواء كان ذلك في الحق ذاته وفي الباطل ذاته، فالله سبحانه وتعالى لا يسوي بينهما ولا يجمع بينهما. فالله عز وجل أكد أن الحق من عنده، منزل من عنده سبحانه وتعالى، والذين آمنوا اتبعوا هذا الحق
الذي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الحق يستمد قوته من قوة الله سبحانه وتعالى، ويستمد نوره من نور الله عز وجل، ويستمد نفوذه بقدر ما يقدره الله عز وجل ويقدر الله سبحانه وتعالى أهله. وبالتالي يطمئن صدر المسلم، يطمئن قلبه، ينشرح صدره وهو يعمل، فيصيبه ما يصيبه في ذلك الطريق. هو لا يلوي أبدا ولا ينتظر ولا ينظر خلفه القهقرة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه قوي بالله سبحانه وتعالى، عزيز بالله عز وجل، فلا يمكن لإنسان أن يضعفه، ولا لقوة كائنة ما كانت في هذه الدنيا أن تذله، بل هو عزيز، عزيز دائما وأبدا بما معه من ذلك الحق. ونرى ذلك الحق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في مقابلة الباطل، وهو يقول سبحانه وتعالى عن الحق أنه إذا جاء زهق الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته ويبطل سبحانه وتعالى الباطل. تنظر دائما وأبدا إلى هذه المقابلة تدرك تمام الإدراك أن الحق والباطل في صراع دائر ودائم، في صراع دائر ودائم، وأن لكل منهج من المنهجين أهل، وأهل كل منهج من هذين المنهجين هم يحملون ما بين الحق وما بين الباطل من نفس الصراع تماما. والمحاولات الزائفة الدائمة المستمرة يعني من أهل الباطل بتبديد شكل هذا الصراع شكلا وليس موضوعا، أنهم يقولون أنه لا صراع، وأننا نبحث عن زمالات الأديان وحوار الأديان ومجامع الأديان والأشياء التي تجعل الناس جميعا حتى وإن اختلفت أديانهم كأنهم شيء واحد، وكأن كل إنسان يؤمن بما يؤمن به وهو في نهاية الأمر على نفس الحق. هذا كلام لا يراد به في نهاية الأمر إلا إضلال أهل الحق، لأنهم على الباطل مهما تشعبوا وتفرقهم على الباطل عموما، وهم لا يريدون لأهل الحق إلا أن يكونوا مثلهم تماما على الباطل، وأن ينحرفوا عما معهم من الحق. ذلك أن الباطل لا قرار له، كما هو واضح تماما من الآيات، أنه إذا جاء الحق ماذا حصل للباطل؟ زهق الباطل. إذا جاء الحق، الحق يفعل ماذا بالباطل؟ يزهقه ويدمغه، فلا يبقي للباطل مكانا ولا وجودا. وأهل الباطل كذلك، عروشهم مقترنة أو مرتبطة تمام الارتباط بعدم وجود الحق، فهم يعلمون أن عروشهم وأن تمددهم وأن علوهم وظهورهم، أن كل هذه المعاني التي يريدونها من أجل الحياة الدنيا لا قيمة لها ولا وجود على الحقيقة إلا بزوال الحق، وبالتالي هم يحاربونه بكل صورة ممكنة. كل أنواع ووسائل وأدوات الصراع استعملها أعداء الإسلام في صراعهم مع الحق. يعني تتكلم عن أشكال من الصراع، مثلا في أوضح صورة أو يعني يمكن الصورة القريبة جدا للذهن في معاني الصراع، وهي صور الحروب العسكرية المسلحة التي تدور بين الأمم والحضارات وبين الدول والجماعات. طبعا هتلاقي دي صورة واضحة جدا، ولطالما حاول أعداء الإسلام إزهاق الحق بهذه الأداة، ولكنها ما نفعت وما أدت بهم إلى شيء كما يريدون. وكذلك الحصار الاقتصادي والحصار السياسي والحصار المجتمعي، كل أنواع الحصار وكل أنواع الصراع وكل أنواع المعارك التي يستطيعون أن يخوضوها مع الحق خاضوها، ولكنها لم تجد نفعا. وآخر يعني الأسهم في جعبة أعداء الإسلام، وهو للأسف من الأسهم السامة جدا والتي تصيب في الحقيقة وتؤثر إذا لم ينتبه لها أهل الحق، وهو صورة من صور الصراع تتمثل في الغزو الفكري الذي ينتشر في هذه الأمة، ويستهدفون به على وجه الخصوص فئة الشباب، وهم دائما وأبدا يعمدون بهذا الغزو الفكري لأمة الإسلام بعدما فشلوا معها في حروب كثيرة أو أنواع كثيرة للصراع، فوجدوا أن هذا النوع من أنواع الصراع هو أنجع صور المعارك مع الحق إذا ما غفل أهله، إذا ما غفل أهله. وبالتالي تجد أن كثير جدا من صور التبشير وصور التنوير اللي موجودة والمستشرقين والاستشراق، وتجد مثلا صور العلمنة أو التغريب عموما بكل أشكاله، سواء كان في العلمنة أو في الحداثة أو في غيرها من الأشياء، وما يتفرع على ذلك من قومية ووطنية وغيرها من الأشياء، كل هذه المعاني الكثيرة جدا والتي يراد زرعها كبديل عن منهج الحق وبديل عن منهج الإسلام في هذه الأمة، هو في الحقيقة نوع من أنواع التحييد والإبعاد لهذه الأمة عن السير في طريق
الحق. وبالتالي هم دائما وأبدا يلقون بالشبه، يلقون دائما وأبدا بالشبهات على هذه الأمة بكل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وطبعا زي ما أنتم حضراتكم شايفين الأمر وصل شكل من الخطورة، أنك أنت تجد أن هم يطمحون أو يلجؤون مثلا حتى إلى الشبهات التي تتعلق بالإلحاد ومحاولة إبعاد الشباب المسلم عن مسار الإسلام الصحيح ببث بذور الإلحاد في أوساط المجتمعات المسلمة. دي كلها مخاطر في الحقيقة، يعني دي أنواع من المخاطر التي تستجلب منا انتباها وتستدفع فينا همما وتنهض فينا أفكارا لابد أن هي تكون ناهضة وقائمة وموجودة بالفعل لمواجهة مثل هذه الأشياء. طبعا يتزامن مع الشبهات الكثيرة جدا اللي يعمل أعداء الإسلام دائما وأبدا على الإلقاء بها على أهل الحق وبين المسلمين عموما، يتزامن معها محاولة الإغراق في الشهوات. ولازم ننتبه بدرجة كبيرة جدا لهذين الأمرين، لأن كل واحد من هذين الأمرين له تأثيره بعد ذلك في الدور وفي المؤهلات والواجبات التي لابد أن نقوم بها من أجل مواجهة هذه الأشكال وهذه الصور كلها. وبالتالي تجد بالتزامن محاولة للإغراق في الشهوات، فتجد أن مثلا فئات يعني عريضة منتمية للأمة من ذكور وإناث وكبار وصغار، وخصوصا على وجه الخصوص يعني فئة الشباب، محاولة شديدة جدا لإغراق هذه الفئة. لأن طبعا الشباب بالذات في أي أمة من الأمم هم قلبها النابض، هم قلبها النابض، وهم بيمثلوا الحاضر وكذلك هم بيمثلوا مستقبل الأمم دي كلها. وبالتالي إرادة قتل الأمة في أحد أهم مقاتلها في الحقيقة، يعني إن وصلوا إليه فعلا بهذه الأسهم السامة، هو فئة الشباب على وجه الخصوص. محاولة دائمة ومستمرة في إغراق الشباب في الشهوات وبث كثير جدا من بذور الشبهات اللي تضل هؤلاء الشباب عن الطريق الصحيح والطريق السليم. فنجد أن كثير جدا من الشباب تزين له شهوات متعلقة مثلا بالمخدرات ومتعلقة بالجنس والنظر مثلا إلى العري والنظر إلى المحرمات، يكون همه كثير جدا ممن ينتسبون أو ينتمون للأمة، بدلا من أن يكون همهم أو غاياتهم السامية والعظيمة هو كيف ينهض الإسلام، كيف ينتشر هذا الدين، كيف يحارب الباطل الذي وجد في كثير جدا من الأماكن. بدلا من أن يكون هذا هو همه، تجد أن هم كثير جدا من الناس أصبح الآن ربما في سيارة، في ركوبة، في ملبس، في سكن، في مأوى، في قدر من المال يحصله، في قدر من الوجاهة يصل إليها، صدارة معينة في المجتمع. تجد هي هذه في الحقيقة أصبحت يعني اهتمامات كثير جدا، خصوصا كما نقول من الفئات الشبابية الموجودة. ونجد أن حصل لكثير جدا من فئات الأمة نوع من البعد أو الضبابية في الرؤية عن رؤية الأهداف الحقيقية الكبيرة، التي وإن كان بعض هذه الأشياء من تحصيل المال والمراكب والشقق وغيرها من الأشياء، هذه الأشياء وإن وجدت فهي في الحقيقة وسائل لأهداف وليست هي أهداف في ذاتها. فحينما تتحول إلى أن تكون غايات كثير من المسلمين هي هذه الأشياء الدنيوية، وأن تتحول أهدافهم إلى تحصيل هذه الأشياء وفقط ولا يرون وراءها شيء، فهذا خطر حقيقي يهدد هذه الأمة ويستدعي منا في الحقيقة قدر كبير جدا من الانتباه، خصوصا كما نقول أنهم يتوازى مع هذا تماما مسألة الإيه؟ مسألة الشبهات المضلة التي تفتن الناس عن الدين. أذكر شاب من الشباب أعرفه، هذا الشاب يعني كان ممكن يبقى في يوم من الأيام زي الإخوة كده، ممكن بيحضر دروس وبيسمع ندوات وحريص على قدر من التدين وخلافه، لكن هذا الشاب لم يكن له حظ وافر من العلم أو قدر يستطيع من خلاله أنه يحصن نفسه. وفي نفس الوقت هذا الشاب عنده حرص شديد جدا على أنه يدخل مع خصوم الإسلام وأعداء الدين في مناظرات وجدل وغير ذلك، متحمسا لنصرة الإسلام، وهذه كعاطفة موجودة في صدر كل مسلم شيء محمود، لكن لابد من توجيهه وتوفير المؤهلات اللازمة له لكي تنطلق هذه الحماسة وتحقق أثرا. المهم كان أحد الأشياء اللي هو اهتم بها منذ سنوات قليلة يعني كان هو مناظرة الملحدين، مناظرة الايه؟ الملحدين. وفعلا كان يحدد مثلا الروابط المتعلقة بالمواقع والصفحات بتاعة الشباب الملحد وكده، وطبعا انت ممكن تحط ايدك عليهم او الشباب في الجامعة او كذا او بتاع او ليهم منتديات وصالونات وغيرها بيحتكوا بيها، سهل جدا انك تحط ايدك على النوعية ديت من الشباب او من الناس يعني.
المهم بشكل أو بآخر هو وصل لعدد من هؤلاء الشباب وصار بينهم نوع من الحوار، يعني هو يحاورهم هم يحاورونه، يأتون بشبهات ويجتهد في السؤال والرد عنها، ولكن طبعا بضعف شديد جدا. المهم وضعوا أيديهم على ثغرة من خلال النقاش والحوار، وضعوا أيديهم على ثغرة في شخص هذا الإنسان، وهذه الثغرة كانت متعلقة بضعفه أمام الجنس. ضعفه أمام الإيه؟ لك أن تنتبه إلى ما سيفعله هذا الضعف أو هذه الثغرة في هذا الشخص. كانت هذه الثغرة هي ضعف هذا الإنسان أمام الجنس، ضعيف أمام الجنس، وهم التقطوا طرف هذا الخيط. فما كان منهم، هذه شهوة من الشهوات، ما كان منهم إلا أنهم عملوا إيه؟ فتحوا الباب عليه في هذا الأمر، وأصبح يعني ليدير معاه مثلا الشات أو كذا أو بتاع، يعني كثير من البنات، وشيئا فشيئا للأسف وقع في هذا المحظور أو في هذه الفتنة. ومع مرور الوقت أصبح نوع من التصور عنده بناء على قناعات هم أضافوها إليه، أن العائق بينه وبين إفراغ ما عنده من الشهوة والوصول إلى ما يريد وما يحب هو الشريعة، الشريعة هي العائق. وأصبح عنده نوع من الضعف بسبب الشهوة التي تمكنت منه، أصبح عنده نوع من الضعف أنه يقاوم الشبهة، أصبح عنده نوع من الضعف في مقاومة الشبهة بسبب ماذا؟ بسبب الضعف أمام الإيه؟ أمام الشهوة. مع مرور الوقت أصبح أحد من ينسب لصفحاتهم وينظر لكلامهم وينقل هو بذاته الشبهات، وأصبح هو أحد الملحدين اللي موجودين على هذه الصفحات. لما نيجي إن شاء الله ناخد الأدوار الواجبة علينا هنكتشف مواقع الخلل الحقيقية اللي ممكن تاخد إنسان من طريق لطريق، لأنه هو لم يحصن نفسه في الحقيقة ولم يحقق من المؤهلات ما يكفيه لخوض هذا النوع من الإيه؟ من المعارك، مع أن الخوض واجب. وأريد أن أؤكد يعني قبل الدخول مثلا في بعض النقاط المحددة أن أعداء الإسلام جادون في هذه المعركة كما لم يكونوا من قبل، يعني هم جادون في النوعية دي من المعارك، نوعية المعارك يعني الفكرية والغزو الفكري ومحاولة إغراق الأمة في الشهوات وطرح كثير جدا من الشبهات. النوع ده من المعارك هم جادون فيه أكثر من جديتهم في المعارك العسكرية، والإنفاق فيها بلا سقف وتوفير كل الإمكانات بلا حدود. لماذا؟ لأنهم يدركون ما وراء هذه الوسيلة في هذا الصراع بين الحق والباطل، يدركون ما وراء هذه الوسيلة فعلا من آثار ملموسة بالنسبة لهم، وثمارهم يحققونها وخطوات يخطونها وأرض يكسبونها يوما بعد يوم في فئات عريضة جدا من هذه ليه؟ من هذه الأمة. إذن الآن نحن أمام معركة حقيقية، لابد أن احنا نتصور جميعا أن هناك معركة حقيقية، وعدم الاستجابة بشكل أو بآخر يعني للكلام الفارغ أو محاولات المزيفة أن لا ما فيش حاجة اسمها صراع وما فيش حاجة اسمها معارك بين حق وباطل وما فيش حاجة اسمها أصلا حق وباطل، وأن كل شيء حق بس بناء على ما يعتقد صاحبه، طالما هو معتقد شيء ومنسجم مع ما يعتقد إذن هو صاحب مبدأ، وطالما هو صاحب مبدأ إذن هو على الحق، واحنا جميعا لابد ان احنا نحترم رغبات بعض طالما تتوافق مع مبادئنا. هذا الكلام كلام من ابطل الباطل، هذا الكلام يهدم من الاساس الرسالات والكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى، ويهدم ان يكون هناك حق وباطل ومعصيه وطاعه، ويهدم ان يكون هناك جنه ونار اصلا او رضا وسخط، يهدم كل شيء، يهدم ان يكون هناك فرق بين شيء واخر، كما انه ياتي انسان ويريد ان يروج بيننا انه لا فرق بين الليل والنهار حتى وان وجد. يعني حتى وإن كنت أنت بالليل تجد شيئا وبالنهار تجد شيئا آخر، فيأتي من يحاول أن يقنعك أن تخالف ما تشعره وتحسه بحواسك تدركه، ويريد أن يروج عندك أو عليك أنه لا فرق بين الليل والنهار ولا فرق في حس الذوق بين العذب والمالح، كلاهما سواء، فهل يستوي هذا وذاك؟ لا يستوي. ولذلك ضرب الله عز وجل بهما المثل في القرآن ليبين الله سبحانه وتعالى أن هناك فرق حقيقي بين الحق والباطل، وأن هناك فرق حقيقي بين الهدى والضلال، كما أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الكفر والإيمان وبين الشرك والتوحيد. هذه فوارق لابد أن تكون واضحة في أعيننا جميعا. طيب، هذه المقدمة التي نتكلم نحن عنها ونحاول أن نبرز من خلالها أن هناك سمت صراع حقيقي موجود، وأن الأعداء جادون في هذا الصراع، وأن لهم أدوات ووسائل، وأن لهم أحاييل وأشكال مختلفة يصارعون بها هذا الحق. السؤال الأبرز والأهم في هذا أخوان، ما هو دورنا نحن؟ يعني إيه هو دور نحن في هذا الصراع؟ هل نحن مثلا سنكتفي بموقف المتفرج
أو المشاهد أو في أفضل الأحوال مثلا المصفق مثلا مشجع يعني وسير على بركة الله، ما هو دورك وهي الواجبات التي لابد أن نتكلفها في هذا الصراع، وهي المؤهلات التي لابد أن نتأهل من خلالها لخوض هذا الصراع والانتصار فيه للحق في نهاية الأمر، لأن هذا هو المراد وهذا هو الغاية وهذا هو الإيه المقصود. فهذا هو المطلوب، السؤال عن الدور الواجب الذي لابد أن نقوم به. ولو أردنا أن احنا نختصر الكلام ده في سورة نقاط محددة خصوصا ونحن نمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمفترض أن هذه الدعوة لها منهج ولها هدف تريد أن تحققه في نهاية الأمر، فلابد أن يكون عندنا خطوات واضحة نريد أن نخطوها، وأن يكون عندنا مهام محددة لابد أن نتكلفها وأن نقوم بها. أول هذه الأشياء بلا نزاع وبلا شيء يتقدمه هو معرفة الحق نفسه. أول شيء معرفة الايه؟ الحق نفسه. يعني لا يتصور بحال من الأحوال أن ينصر إنسان شيئا يجهله، أو أن يدافع عن شيء لا يعتقده، أو لم تتكون عنده القناعة به، غير متصور. وبالتالي لابد أولا من معرفة الحق. ولو أردنا أن احنا نحطها في قالب أوضح شوية يتناسب مع الشكل السلفي واللون السلفي يعني وإحنا بنخوض في هذا الطريق، وهي مسألة العلم، العلم بتفاصيل هذا الحق، أن احنا يكون عندنا معرفة ودراية تفصيلية بما معنى من الحق. والعلم المعرفة التفصيلية بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والذي هو يوافق الفطر هو الذي يولد في الإنسان العزيمة والإرادة، هو الذي يبعث فينا بواعث النهضة، اليقين الجازم على العمل إنك أنت فعلا هتعمل مهما كلفك العمل ومهما كلفك البذل من أثمان تبذلها وتدفعها ستدفعها وتبذلها. لماذا؟ لأنك أصبحت على معرفة كاملة بالحق. والحق يا أخواننا له نور في القلب، له نور في صدر الإنسان، وله نور في قلب الإنسان فعلا يحمله على أن يبذل كل شيء في سبيله. ومن ضمن معرفة الحق أو من ضمن المعرفة عموما، إذا تكون عند كل واحد فينا المعرفة بالحق والمعرفة التفصيلية بذلك الحق، يستطيع الإنسان بعد ذلك أنه يتعرف على الشر نفسه. ولذلك تجد أن مثلا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الايه؟ عن الشر. وده على فكرة بيبرز الحالة اللي كان الصحابة فيها، السؤال الدائم المستمر. تخيل انت، شوف هو كان بيتكلم، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ماذا؟ عن الخير. عن الايه؟ عن الخير. يبقى اذا في حرص دائم ومستمر على معرفة الخير والسؤال والتنقيب الدائم عنه، وهو ده الحق. مش ان الانسان يعيش مثلا نصرته للحق على خلفية عاطفة او حماسة او موقف او انفعال لحظي، لا 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 لا، القضية مش كده خالص. القضية قضية عقيدة، ودائما وابدا اصحاب العقائد هم اللي بينتصروا، اصحاب العقائد هم اللي بينتصروا، هم اللي بيستمروا. عارفين اهل الباطل مهما بلغوا من الصبر ما يقدروش مجتمعين يقاوموا واحد من أهل الحق. وطبعا تاريخ الإسلام والمسلمين ممتلئ بذلك، ولا أقصد حتى بالإسلام والمسلمين اللي هي من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، لا، من أول ما شرع الصراع بين الحق والباطل ووجد حلقات لهذا الصراع، وأهل الإسلام من الأنبياء والمرسلين والصالحين من أتباعهم عبر الأزمان والعصور، لا يقوى أهل الباطل مجتمعين على واحد من أهل الحق. وبالتالي من المهم أن احنا ننتبه إلى قيمة وأهمية معرفة الحق نفسه لتتكون العقائد والقناعات. وده دور مهم جدا يا إخوانا. احنا اللي بيميز دعوتنا، اللي بيميز دعوتنا واللي بيميز كياننا، أن هو كيان ودعوة وجماعة تتبنى في أهم وسائلها وفي مقدمة وسائلها وسيلة العلم والتعلم، من أهم الأشياء. ولا ينازع العلم والتعلم عندها شيء، وده أحد أهم وأبرز نقاط القوة في هذا الكيان، واللي هي ممكن بشكل أو بآخر تعوض جوانب أخرى من الخلل تقع في جوانب ليست بالقليلة مهمة لكن ممكن تعوضها. وعلى الجانب الآخر احنا ممكن نجد كيانات كاملة واتجاهات تمتلك من الموارد ما تمتلك، لكن وقع الخلل عندها في معرفة الحق والقدرة على موافقة هذا الحق
والتخلص من أغراض النفس أو التبعات التي هي بعيدة عن الحق، التخلص منها لموافقة الحق بالعين بذاته. فنجد أنه ممكن هي بمواردها وإمكاناتها سواء كانت بشرية أو مالية أو كذا أو كذا، ممكن كل هذه الأشياء تذهب هدرا وتروح سدى بلا فائدة أو قيمة. لماذا؟ لماذا؟ لأنها في الحقيقة افتقرت إلى أهم مقوم، المقوم الموجه لأي كيان يريد أن ينصر الحق، وهو مقوم العلم والمعرفة. فلا بد أولا يا أخوان رقم واحد أن يتكون عندنا جميعا مسألة المعرفة بالإيه؟ بالحق، وأن دي تكون أصل من الأصول. وكذلك من ده هذا الباب أن احنا نعرف الشر لماذا؟ لرده ولردعه، مش أن احنا نمارس الشر، لأن البعض بيختلط عليه مثل هذا الشيء ويظن أن معرفة الشر يعني إيه؟ ممارسته، والعياذ بالله. لا، معرفة الشر معرفة الفتن، معرفة الشبهات كيفية الرد عليها، معرفة الشرك وكيفية الرد عليه، معرفة البدع وكيفية الرد عليها بالسنن. كل هذه الأشياء هي المقصودة بمعرفة الايه؟ بمعرفة الشر، وأنك أنت تعرف كيف ترد عليه بما معك من الحق. لكن لابد أن يسبق معرفة الشر، أن يسبق معرفة الشر معرفة الايه؟ الحق الأول. لابد أن يكون هذا هو الميزان. لو تكون عندنا الميزان الضابط في معرفة الحق، نستطيع من خلاله أن احنا إذا جاء الشر نميزه، ونستطيع أن احنا نرد إيه؟ نرد عليه. الأمر الثاني هو الوقوف إلى جوار الحق. يعني احنا رقم واحد معرفته، رقم اثنين الوقوف إلى جوار الحق. والوقوف إلى جوار الحق لابد كما هو بالعلم أن يكون بالعمل، أن يكون بالإيه؟ بالعمل. والعمل نوعان، عمل في الذات وعمل في الغير. يعني عمل في أنفسنا لابد أن نقوم به، وهو الامتثال، قضية الامتثال في ذاتك، قضية العمل الصالح في ذاتك، أنك أنت كل ما تعلمه من الحق أنك أنت تؤديه، سواء كان هذا الكلام في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في خلق، في أدب من آداب الإسلام. لابد أنك أنت تمتثل في نفسك القيام بهذا الحق. وكلما نجحت أنك أنت تمتثل في خاصة نفسك القيام بالحق، كل ما نجحت أنك تمكن الشريعة من نفسك، وكل ما نجحت أن الحق ينتصر في ميدان النفس عندك، ثق أنك تقدر تنتصر في ميدان المجتمع وفي غيره من الميادين. ثق تماما. لكن أولا لابد أن تمكن الحق من ميدان في ميدان النفس. يعني أنت قلبك ده المفترض هو خالص للحق، صح؟ قلبك هذا ملك لك أم ملك لربك؟ ملك لربك. قلوب بين إصبعين أصابع الله يقلبها كيف ما شاء سبحانه وتعالى. لابد أن تكون خالص محبتك وخالص خوفك ورجائك وتوكلك وإنابتك ويقينك وإخباتك وخشيتك ورجائك، كل معاني القلبية ديت لابد أنها تكون كاملة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لما يتحقق ده كاملا في النفس، يبقى أنت كده فعلا انتصرت في ميدان النفس. يوم ما تلاقي شرك الرياء يزاحم الإخلاص، يبقى بقدر مزاحمة الرياء للإخلاص كده الباطل موجود والحق غير ممكن في نفسك. وثق أن هذا له أثر على سلوكك في الآخر، في الميدان العام بقى، الميدان الخارج عنك. فلازم أولا يقع الانتصار هنا. ثق تماما أنك أنت إذا كان عندك حسن الظن الكامل بالله سبحانه، الكامل في الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده منتصر. يوم ما تقع أو يكون هناك نوع من الشكوك أو ما شابه ذلك بالريب بإساءة الظنون، يبقى أنت كده هنا الباطل أصبح له مكان. وهكذا في كل باب من الأبواب. حينما تجد في نفسك إرادة الدنيا بدلا من إرادة الآخرة، حينما تجد في نفسك أنه لا مزاحمة مع الله في القلب، يبقى أنت كده تمام. حينما تجد أن هناك من يزاحم حق الله عز وجل في القلب بأي شيء وفي أي شيء، يبقى ثق تماما في هذه المرحلة أن الحق لم يتمكن من قلبك تماما. وبقدر الضعف يظهر ذلك على أثرك على سلوكك وأثرك في الايه؟ في الخارج. يبقى رقم واحد لابد أن نمتثل نحن في أنفسنا، نحن نمكن الشريعة من أنفسنا. لو إحنا أحد أبرز أهم أهدافنا هو تمكين الشريعة من الشخصية المسلمة في كل جوانبها، لو ده أحد أهم أبرز أهدافنا، ده لابد أن يكون فينا أولا، لازم يتحقق فينا. مش بنقول أن الإنسان ينتظر إلى أن يكون شخصية إسلامية متكاملة وبعد كده يبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن الإنسان يتوازى مع العلم العمل. ما تخليش العلم يسبق العمل بمسافة. خلي دائما وأبدا كل ما علمت عملت. ودوت اللي بيبدد ظاهرة الالتزام الأجوف. إحنا ساعات كإخوة بتصبنا أفات دون أن نشعر،
وللأسف ما تظهرش أثرها إلا بعد مرور أزمنة أو مدد من الوقت. بيحصل عملية من التآكل الداخلي. المظهر اللحية موجودة، الثوب مثلا القميص بتاعنا احنا محافظين عليه، السواك فوق، المصحف في الجيب، كله تمام، شادد انت الشدة صح، وانت كده متصور انك انت ايه، انت راجل تمام، انت كده على الالتزام بقى، حصلتش انت، مفيش حد زيك، انت حقيقة الامر. ممكن تبقى متآكل من الداخل وانت مش حاسس، عندك كثير جدا من الآفات القلبية، وتقصير في كثير جدا من العبادات حتى الظاهرة نفسها، مش مسألة لحية وثوب وخلاص، وعدم التقليل من أهميتهم يعني، لكن هي مش القصة تقف عند هذا الحد. فممكن انت تجد نفسك على مستوى الالتزام الشخصي في ضعف شديد جدا، وتجد ان معارفك اكثر بكثير جدا من انواع العمل اللي عندك. يعني انت عارف ان في حاجة اسمها قيام ليل، حظك منه ايه؟ قابلني بقى، مش كده؟ وفي حاجة اسمها صيام 3 أيام من كل شهر، وعارف ان في صيام الاثنين والخميس وكلام زي كده. انا بتكلم في النوافل، مش عايز اتكلم مثلا ان انت عارف ان صلاة الجماعة مثلا على ارجح الاقوال انها واجبة. وبلاش كده يا عم، عشان يطلع لناش واحد شافعي ولا حاجة يرد علي. عارف انت اقل الاحوال ان الصلاة في وقتها فرض وركن، ده بلا خلاف. وحضرتك ممكن تكون بتضيع صلاة الفجر عن وقتها، في البعض كده، ويعتاد مش على سبيل المرة، لا ده ممكن يبقى على سبيل العادة بالنسبة للبعض، ان هو تخرج الصلاة عن وقتها، ممكن يقع ده من البعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة لجميع المسلمين يا رب، انه ممكن يتكرر منه مثل هذا، ليه؟ مثل هذا الشيء، وعلى سبيل الاستهتار على فكرة كمان. طيب هذا ما هو، وهو اخ، ممكن يبقى اخ وملتحي، وممكن يبقى بيقع في الغيبة، وممكن يبقى في النميمة، ممكن ما يتعاملش بمعاملة الإسلام مع الناس، ممكن يكون بيظلم، ممكن يكون بيغش، ممكن يقع في الحلف على الكذب والعياذ بالله، ممكن يمتلئ قلبه بكثير جدا من الآفات. الحاجات دي كلها بتؤدي إلى تآكل التزام مع بقاء الظاهر. عارفين فجأة ساعات يقول لك إيه، واحد مرة واحدة كان معانا والله لحد امبارح، فجأة انهار، ترك التزامه. هو في الحقيقة الانهيار ده مش لحظي، هو بقاله فترة بينهار. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الامتثال في الذات. ولذلك احنا مش عايزين نستغرق كثيرا في كل نقطة، لكن عايزين نؤكد على أهمية وقيمة الامتثال في الذات، وتمكين الشريعة من النفس، وإن النفس يقع فيها انتصار للحق. فإذا وقع هذا نستطيع ان احنا نؤدي الصورة الثانية. الصورة الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي الوقوف الى جوار الحق بالدعوة اليه والبيان، النشر، بيان الحق للخلق، الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، الوقوف الى جوار الحق بانك انت هتبذل في سبيل الامر ده. يعني الامر ده هيتطلب منك اشياء، وهيتطلب منك انواع من الاعداد، وهيتطلب منك مؤهلات. وعشان كده شوف في قول الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على ايه؟ على بصيرة انا ومن اتبعني. الترتيب القرآني ده مقصود مش عبثي، مهم جدا. قل هذه سبيلي، توحيد السبيل وتحديده ووضوحه، طريق محدد، ما فيهوش لا حيدة ولا انحراف ولا في تردد ولا قعود على الطريق ولا كسل ولا فتور ولا تواني، ما فيش كلام ده. ده سبيل واضح محدد المعالم، سماته بارزة، معروف للمسلم بيسير عليه. قل هذه سبيلي، بنوع من الوضوح والتحديد، مفيش ارتباك، مفيش طرق متعددة. انت وانت في هذا السبيل بلا وظيفة، بلا دور، بلا مهمة، بلا عمل، معلش كثير جدا من إخواننا بيتعامل مع قضية الدعوة أي ما كان شكلها على إن هي نوع من الترف، ترف يعني بيعطيها فتة الوقت على هامش الحياة. يعني مثلا إيه، إحنا النهاردة ملتقى زي ده أو ندوة زي دي أو قاعدة زي اللي إحنا قاعدينها دي أو أي حاجة، ممكن بعض الإخوة يبقى في حسه إن ده عمل مهم، جزء من بنائنا لازم نحرص عليه. وفي البعض شايف ان هو عنده طرف الحضور او لا، او تلبية الدعوة من عدمها. عندنا شيء متعلق بهدفنا، اي ما كان نوع العمل اللي هنأديه، عمل سياسي، عمل اجتماعي، حاجة متعلقة باقتصاد، شيء متعلق بمساعدة الارامل والايتام والمساكين او ما شابه ذلك من اشياء، عمل علمي، عمل دعوي، اي شيء، اي نوع من انواع العمل، كلها لا فصل بينها على فكرة عندنا. يعني الإخوة اللي هي عندها تصورات إن ممكن الفصل بين الأشياء وبعضها، وإن في بعض الأشياء تحقق الغاية من المنهج والبعض الآخر لا يحقق، وإن العمل السياسي ده لأ، أو العمل مش عارف إيه أو العكس، الكلام ده كله غلط. دي كلها أدوات
ومسالك بتخدم في النهاية هدف واحد وشيء واحد. الأذان ده شيء عندنا هنا يعني ده ولا يعني هيأذن حد هيأذن يعني ولا طيب مش فعاوزين نقول أخوانا إن الطريق ده لابد لكل واحد منا فيه من وظيفة بيؤديها. الوظيفة واضحة، أدعو إلى الله، ومش لوحده، مش شخص الرسول ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثلا أفزاز الدنيا من العلماء والدعاء مثلا وكلام زي كده، لا، أنا ومن اتبعني، وهي مطلقة الجميع، دي مهمة الكل، مش بتاعت واحد أو فئة دون فئة، بتاعت الايه؟ بتاعت الجميع، الكل بيمارس هذه الوظيفة. لكن في مؤهل، في مؤهل، المؤهل ده هو اللي بيمكن الإنسان من السير على الطريق وعدم القعود. هو ليه؟ تحقيق البصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بإذن أخوانا الوقوف إلى جوار الحق مش مجرد كلام مدعى، الوقوف إلى جوار الحق عمل في الذات وعمل في الايه؟ في الغير. وكلفة، كلفة يكلفها الإنسان من جهده، من عرقه، من وقته، من ماله، من راحته، من أمنه، ربما كلفة مبذولة لابد أن يبذلها الإنسان، فإذا ما بذلها بقدر ما بذل يحصل. ولذلك نجد أن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتجد أن الآيات ختمت بالتواصي بالصبر، وده لأن الطريق طريق تحقيق الإيمان، والإيمان دوت بيتضمن العلم، يعني مسألة العلم اللي احنا أشرنا إليها والمعرفة هي متضمنة في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، في قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، هذه تتضمن العلم، أنه لا يتحقق الإيمان بلا إيه؟ بلا علم. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدين التثنية بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قضية العمل في الذات، وتواصوا بالحق وهي الدعوة والبيان ونشر الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني ترادف التواصي بهذا الايه؟ بهذا الحق. طيب هذه الأشياء هل سيجد كل واحد منا وهو يسير في الطريق، الطريق ممهد ومفروش بالرمال وتلقى عليه الورود من كل مكان والآهات الحرة والتصفيقات من كل مكان لفعل هذا الداعية أو طالب العلم أو العالم أو ما شابه؟ لا لا لا، أنت ممكن تجد كثير جدا من العقبات وكثير من المعاكسات وكم من العوائق، وفي تحديات حقيقية. وسبحان الله، سبحان الله، هذا الطريق كلما سار الإنسان فيه مع تحصيل الواجب عليه، كلما كثرت التحديات، كلما تولد فيه من الإرادة لمقاومة هذه التحديات بل وتجاوزها ما لا يمكن أن يتصوره عقل بشري، لأن القضية هنا والمدد والإعانة فيها من الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن هناك كلفة بيكلفها الإنسان في قضية العلم والمعرفة، في قضية العمل في الذات والامتثال والأداء، في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق للخلق، هناك كلفة بيكلفها كل واحد منا. وهذه الكلفة التي يكلفها الإنسان تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر حقيقي. وكلما كان متصبرا بالله سبحانه وتعالى وناظرا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وراجيا ما عنده عز وجل، كلما كانت قدرته على الصبر على مواصلة السير في هذا الطريق أعظم، وكلما كانت خطواته مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. من ضمن النقاط المهمة جدا اللي احنا نتسلح بها وإحنا بنواجه الباطل، والجزء اللي أنا هتكلم عنه ده أو الأدلة اللي أنا هتكلم عنها دي، لا يتصور انتصار على باطل بيجتمع حتى مع التباين الواقع بين أهله. يعني أنت لما تيجي تشوف كمية التباينات الواقعة بين أهل الباطل وما بينهم من خلافات، ولكن مع ذلك تتوحد قواهم وتتضافر جهودهم من أجل مقاومة الحق، ده قاعدة مسلمة عندهم بها. ليه؟ لأنه هو في الحقيقة بلا تضافر للجهود عندهم لن يكون لهم قدرة على مقاومة الحق، وبالتالي تجد من بأقطارها على ما بينهم من خصومات وعداوات وثارات وثارات، إلا أنهم يتناسون كل هذه الأشياء في مواجهة الحق، وتجتمع الجهود من كل الدنيا من أجل مقاومة ومواجهة الحق. فليس أقل من أن يجتمع أهل الحق وأن تتضافر جهودهم، خصوصا
وأن القرآن وفر عليه معناء البحث، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وفرت عليه معناء التجربة، وأبرزت بما لا يدع مجال للشك أو قدر للتفكير عند عاقل إلا أن هم يجتمعوا من أجل نصرة الحق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ده أمر من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا مجال في الحقيقة ونحن نواجه الباطل إلى التفرق، فيش مجال لده. هو واقع، لا ندفن رؤوسنا في الرمال، هو واقع يقع منه جزء بسبب مخالفة المنهج، ويقع منه جزء بسبب التقديرات الخاطئة والحسابات الغير صحيحة مع الإصرار على ذلك، وربما يصل الأمر إلى اتباع الهوى دون اتباع الحق. عموما أيا مكان يتحمل الإثم بقدر المخالفة للحق من خالف الحق مش من وافقه، علشان ما يجيش واحد يسوي بين الجميع، ودي للأسف نبرة شغالة، نوع من التسوية بين الكل، التسوية بين الجميع، سواء من وافق الحق في نفس الأمر أو من خالفه، سواء من اهتدى وسار على الطريق المستقيم أو من انحرف عنه. محاولة إبراز أن كل المختلفين كلهم على حد سواء، وده خطأ وليس عدلا. مش كل المختلفين، ما المختلفين دولت منهم من وافق الحق ومنهم من خالفه. فالإنسان يتحمل الإثم بقدر ما يخالف بقدر ما يخالف الحق، كائنا من كان، هو مين، شخص أو جماعة أو أي حاجة، بغض النظر عن الاسم أو أي حاجة أو الصفة يعني. لكن في النهاية ده المعيار، وده لابد أنه يكون واضح في أعيننا جميعا. وبالتالي نحن حينما نتكلم الآن عن أدوات أو أسلحة نتسلح بها في مواجهة الباطل، يبقى من أهم هذه الأدوات وأبرز هذه الأسلحة هو أن نجتمع. وللأسف وبالذات في العمل السلفي على وجه الخصوص يعني، بيبتلى دائما وأبدا بمن ينتمي له ويحارب مثلا تضافر الجهود والاجتماع على الخير من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحاولة تشويه هذه الوسائل وهذه الأدوات وهذه الصور من العمل، محاولة تشويهها بل وخلع أشد الألفاظ عليها. ربما يسلم من هذه الألفاظ من يقع في العلمانية والليبرالية، ومن يقع في الوضعية والمخالفات الصريحة المنحرفة عن منهج الإسلام، ربما يسلمون، ولكن يبتلى بالاتهام من أمثال هؤلاء ممن يظهرون أنهم ينتمون للمنهج السلفي والعمل السلفي عموما. ربما يبتلى إخوانهم من أصحاب العمل الجماعي وتضافر الجهود من أجل القيام بما يستطيعون القيام به من البر والتقوى أيا ما كان نوعه، يبتلون بأنواع هائلة من الأذى. طبعا ناهيك عن إحداث الفرقة الحقيقية بين الناس بسبب الشتات اللي بيقع. انت لما تخيل كده يكون واحد شبهك تماما، انت ملتحي وهو ملتحي، وانت بتتكلم بلسان سلفي وهو بيتكلم بلسان سلفي، وانت بتقول قال الله وقال الرسول وهو بيقول زيك، وانت تقول قال من العلماء وهو يقول قال من العلماء، وانت تقول ابن تيمية وهو يقول ابن تيمية، كويس كده؟ وفي الاخر انت بتقول حاجة وهو بيقول حاجة تانية خالص. لك ان تتخيل اثر ذلك على الناس، اثر ذلك على الناس وتشتت الناس ونوع من التردد والارتباك. هو اي طريق نسير فيه؟ وعاوز انبه للاخوه الحاجه، ان للاسف دلوقتي لازم تنتبهوا لده، في قطاعات كبيره جدا من الشباب فعلا مرتبكه. عاوز انبهكم على حاجه كده بس بسيطه شويه، الشباب اللي هم من مواليد 90 مثلا لحد قول 95 97 قول كمان 98 مفيش مشاكل، لما قامت مثلا ثوره يناير، الشاب اللي كان عنده 90 سنة، كان مواليد 90، ده كان عنده كم سنة؟ كم؟ 21 سنة، من 20 يعني 21 سنة، ماشي كده؟ تخيل انت هو عنده 20 سنة في السن ده، وقامت بقى الثورة وحصل الشاب اللي عاش بقى 5-6 سنين دلوقتي دلوقتي من سن 20 او من سن 18 سنة، ماشي كده، لحد سن 25 سنة، ما طلع ما شافش غير شتيمة الدعاة وإهانتهم سواء في الإعلام أو على إيد بعض الإسلاميين، تمام كده، ما عاش غير ده، خرج في جو ما تمكنش فيه إن هو يشوف مناهج واضحة ومحددة وحلق علم منتظمة زي البيئة اللي تربى فيها الإخوة، حتى أيام ما كان فيه قدر كبير من التضييق، لكن كان فيه
كان في جو إيماني موجود، وكان في وسائل متوفرة، وكان في صخب يستطيع الإنسان من خلاله يسمع سماع رائق يتعرف فيه على المنهج بالراحة كده بدون نوازع وبدون صخب وبدون ضجيج. الشباب دول اللي هم من سن 20 واللي دلوقتي بقى عندهم 26 لما تعمل ثورة، واللي كان ساعتها عنده حاجة وعشرين 23 و24 وكلام زي كده دلوقتي بيقفل الـ30، الفئة دي كتير جدا منهم اللي التزم أو حتى حب الدين أو فكر في معنى الهداية وكلام زي كده في جو مشوش جدا، ودول محتاجين رفق، محتاجين رفق كبير، ومحتاجين فعلا قدر من العناية، ومحتاجين انتباه، لأن ده بيمثل كذا جيل متتالي كله ممكن يروحوا وممكن يتحولوا إلى قنبلة موقوتة حقيقية في المجتمع، وده دورنا إن احنا ننتبه لده. فالخلاصة إن هو لا يمكن التأثير أو محاولة احتواء الأوضاع دي بأعمال فردية أو بجهود مبعثرة ومتفرقة، لابد من اجتماع الجهود عشان نقدر نقاوم في هذا الصراع ونستطيع إن احنا نحتوي ونحتضن أبناء الأمة، وإلا هيتسربوا ويضيعوا منا. وبالتالي قضية الاجتماع بكل ما تحمله بقى قضية الاجتماع من ضوابط ومهام لابد إن احنا نكلفها، ولابد إن احنا نفهمها، ولابد إن احنا نعرفها ونحن نؤديها ونطبقها، بداية من معرفة مشروعية الآلية ديت نفسها، مشروعية الأداة والوسيلة تعرف عليها مشروعيتها، والمفترض الإخوة تكون ضالعة في ده ومهتمة بده، والإخوة تكون بتتعلم ده، والأبحاث والمؤلفات في ده متوفرة وكتير ومعتمدة. فالمفترض أن الإخوة تكون في الأمر ده منضبطة، يعني مسألة حسم مشروعية العمل الجماعي دي قضية منتهية المفترض بالنسبة لنا، ما تحتملش عند واحد هو لسه بيقدم ويأخر وبيفكر وهعمل ومش هعمل وكلام زي كده. ربما مع الممارسة الجادة والمضغوطة في الأجواء الفائتة قد يحتاج الإنسان لمعرفة أو دراسة بعض الضوابط، يعني كيفية ضوابط أو ضابط العمل، إزاي هنشتغل عمل جماعي مع بعض في اتجاهات كتير وفي أشياء كتير وفي وقت واحد، إزاي نعمل عمل جماعي منضبط ننتج به أفضل إنتاج ونحقق من ورائه أعظم ثمرة، كيف نصل إلى ذلك؟ ممكن نحتاج كنوع من الدربة وقدر من التعريف الزائد والتفصيلي على مجرد المشروعية والمبدأ الأساسي إن إحنا نتكلم في ذلك، لكن لازم المبدأ يكون محسوم تماما، مفيش مجال للتردد، مفيش واحد ينفع يخش معركة وهو متردد، خش معركة وأنت متردد تخسر على طول. الجندي إذا داخله الشك وهو في المعركة يتهزم، ما ينفعش، لازم يخش بيقين، لابد إنه يدخل معركة وهو إيه؟ على يقين إن المسألة منتهية، أنا على كذا، أفعل كذا، دوري كذا، مهمتي كذا، وأديها كما أمرت، وينتهي الأمر على ذلك. فالنقطة الثالثة دي أخواننا أو النقطة الرابعة دي نقطة من أهم النقاط، وهي مسألة تضافر الجهود للقيام بما نستطيع القيام به من كل صور البر والتقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون من أجل القيام إيه؟ من أجل القيام بها. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي تفيدنا في قضيتنا وصراعنا مع الباطل، وإحنا لله الحمد والمنة ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالوجود في مجتمعات مسلمة ينتشر فيها بعض الشهوات، بعض الشبهات، يوجد فيها عدد من الانحرافات أو كم من الانحرافات، تنتشر بدع، كل ده وارد موجود، بل قد يقع الناس في بعض الشركيات كمان. لكن في الجملة الحمد لله رب العالمين إحنا موجودين في مجتمعات مسلمة، المجتمعات المسلمة دي هي محل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لابد أن يكون هناك نوع من النظر في العلاقة بين الكيان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى العامل بالإسلام وللإسلام وعلاقته بالمجتمع عموما. لا يصح أبدا أن هذه العلاقة تكون علاقة تحوصل أو انغلاق أو انكفاء على الذات في الداخل دون النظر إلى ذلك المجتمع، وفقط ننظر للمجتمع إذا أردنا أن احنا نأخذ منه إيه؟ شخصا، نأخذ واحد ونجيبه خلاص، لكن كأن البعض يشعر كما لو كان هو شيء والمجتمع من حوله شيء آخر، ده بيفرض على الكيانات اللي بتتبنى مثل هذا الشيء قدر من العزلة الحقيقية، ومع مرور الوقت ممكن تتحول إلى انحرافات فكرية مع البعض، تتحول إلى انحرافات فكرية حقيقية باعتبار النظر إلى هذا المجتمع أنه هو شيء مغاير عن الطبيعة التكوينية للكيان أو للجماعة، وكأن الجماعة هي ممثلة حصريا للإسلام أو للدين أو للمنهج أو لأي شيء، وما عداه
لا يمثل هذا الشيء. وشيئا فشيئا بتزداد الفجوة أو المساحة، بتوجد حالة ضدية تجاه المجتمعات بتظهر أكثر في أوقات الأزمات وغيرها، صور من النقم عليه وربما تكفيره وربما وصمه ببعض التهم وما شبه ذلك من أشياء. لا، إحنا المفترض العلاقة بيننا وبين المجتمع هي علاقة مفتوحة، لأن الحمد لله رب العالمين إحنا يجمعنا كلنا أو جميعا يجمعنا اسم الإسلام، وحتى التسمي بالمسميات ووجود الكيانات فدي هي أدوات في الحقيقة خادمة وعاملة من أجل التئام كل الناس دولت في نهاية المطاف. وده لا يوجد إلا أن إحنا نمد جسور الأخوة مع كل المجتمع، يعني لازم أن يكون نوسع دائرة الأخوة الإيمانية بيننا وبين الناس، ونحقق المعنى دوت فعلا بيننا وبين المجتمع، وأن إحنا نعبر للناس أي مكان موقع الناس دولت هم مين، جزء من الأسرة، جزء من العائلة، جزء من الجيران، جزء من الأصدقاء في العمل، جزء في أي مكان من الأماكن، يعني في أي مساحة أو أي محيط، في البرلمان بره البرلمان، في إطار جمعية خيرية، في أي مساحة من المساحات، في بشر موجودين، لابد أن احنا نمد بيننا وبين الناس كلها جسور للمرور عليها لنفوس هؤلاء الناس. وكلما نجحنا أن احنا يكون فعلا في بيننا وبين بعض، بيننا وبين الناس عموما دائرة من الثقة في ظل معنى الأخوة الإيمانية، وكل إنسان بيأخذ حقه وقدره في هذه الأخوة الإيمانية بقدر ما هو مطيع لله سبحانه وتعالى، ودي قاعدة عندنا. لكن في النهاية كل من ثبت له الإسلام عندنا هو في الحقيقة له حق في هذه الأخوة الإيمانية. ده لابد أن نحققه مع المجتمع، وأن احنا فعلا نفتح المجتمع ده بصورة كبيرة جدا. وإحنا ربما بعض التجارب العملية اللي أثبتت يعني في بعض الأماكن أو بعض المساحات اللي فعلا الإخوة حققت فيها هذا الكلام بصورة كبيرة جدا، بعد ما كان في نوع من التهيب وقدر من الحسابات، هل ده ممكن يجي بنتيجة عكسية ولا نتيجة إيجابية ولا سلبية ولا أي شيء، لما انفتح الإخوة على الناس في أماكن كتير جدا وتواصلوا معاهم كثير جدا من الناس كانت عندهم صور مشوهة، ودوت يعمد أعدائنا في الصراع معانا، يعني يعمد أعدائنا دائما وأبدا إليه، اللي هو التشويه الدائم والمستمر، محاولة للتشويه المستمر، محاولة لإلصاق كل أنواع التهم بيك أنت، كل حاجة أنت هتطلع في منظر الخاين المستهتر المتساهل في حق الدين، وأنك أنت ما عندكش نخوة ولا رجولة، وأنت راجل ديوس، وأنت كل حاجة، وانت اللي بتقول ان الراجل يسيب مراته للناس اللصوص والحراميه وقطاع الطرق وما يبقاش عنده نخوه، هتبقى انت شايل التهمه دي عشان احد صور تشويهك، وهتحمل التهمه المناقضه تماما للكلام ده، انت داعش وانت ارهابي وانت متطرف وانت متشدد وانت وانت وانت، وما بتسمحش لنسائك ان هم حتى عينيهم تبان ولازم تلبسهم اسود، يعني ايه؟ يعني من انك انت راجل مستهتر في عرض زوجتك لانك انت راجل مش عاوز حتى يعني بص تبين عينيها ولا اي شيء خالص، في محاولة لابرازك قدام المجتمع انك انت على كل حال متهم، لن يدفع عنك الا نفسك، يعني كاسباب ارضية الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا كما قال سبحانه وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا، لكن انا لو بنظر باعتبار الاسباب اللي هي موجودة على الأرض واللي احنا بنأخذ بها، لن يدفع عنك إلا نفسك، يعني عمرك أبدا ما تنتظر من عدوك أو خصمك نوع من الهوادة في المعركة، عندهوش الكلام ده، ده هو دائما وأبدا لو انت تراجعت مساحة هو مش هيقنع بيها، هيضغط عليك في المساحة اللي بعد منها، هو لا يريد لك وجودا، يعني هو في تصور محو الأمة المسلمة، يعني تحرفها تماما عن مسارها، عدم وجودها بالكلية، ده تصور موجود. الأخص من التصور دوت هو محو كل بذور الأمل جوه الأمة لإعادة إحيائها وإيقاظها مرة تانية من غفلتها. الصحوة المتمثلة فيها وللأسف كثير جدا من المنتمين ليها ابتلع كثير من الطعم ووقع في كثير جدا من الفخاخ المنصوبة واستدرج استدراج حقيقي لشرك كبير منصوب، هو يظن أنه رايح لرحبة فسيحة وهو رايح يخش السجن برجليه، فإحنا عايزين ننتبه. فقوة الإنسان بقدر ما يمد من جسور مع المجتمع اللي هو موجود فيه، فكل ما تمكننا من إحنا نمد جسور التعاون، جسور الثقة،
تحقيق الأخوة الإيمانية في مفهومها الأوسع مع كل الناس. نحن نحقق ده فعلا كل ما يكون دوت من أدوات القوة بالنسبة لنا في مواجهة الباطل أثناء صراعه مع الحق. تفضل. في إطار الأخوة الإيمانية مع المجتمع، في حد عنده عربية سكودس رصاصي؟ عربية رصاصي ملاكي في الشارع الجانبي. الأخ اللي معاه عربية ملاكي في الشارع الجانبي يعني الناس المتضايقة منها، يفضل سيارة ملاكي رصاصي. محدش سكودا. أو مش سكودا. في الشارع الجانبي والأوتوبيس كده. وصلت؟ ماشي. أحسن يشيلوها يا عم، كنت بعد ولا تتسرعش بس. ماشي اخوانا، فاحنا بنقول ده واحنا بنتكلم. انا ليه اردفت النقطة دي مباشرة بعد كلمة التعاون على البر والتقوى؟ لان ساعات البعض بيظن ان التعاون على البر والتقوى او ان التعاون ده بديل عن التواصل، يعني بيظن ان التواصل ده مع العالم خلاص احنا في غنى عنه. ليه؟ لان احنا مع بعض، احنا عندنا صلة خاصة او عندنا نوع من انواع التواصل الخاص، وده بيبقى ليه انعكاساته بعد كده في نظر المجتمع. اللي نتبص تلاقي واحد يجي يقول لك والله الاخ فلان ده ساكن عندنا في المنطقة، والله صوته حلو بيصلي بينا بس رايح جاي ما فيش السلام عليكم، حتى كشر كده وقفل وشه، مش معقولة يعني. ده بيقع من البعض، والاخ اول ما يوصل المسجد كأنه دخل الجنة، يقابل بقى الإخوة ويضحك ويهزر وبتاع مش عارف ايه كده. لا احنا بننادي فعلا بالتعاون، وفعلا بننادي باحكام الكيان، وفعلا بننادي بان احنا كلنا نحترم المسارات جوه الكيان دوت، وان احنا يكون لنا وضوح في العمل جواه وكلام زي كده، وان احنا نسمع لبعض ونطيع بشكل معاير ومنضبط بضوابط الشرع وده وزياده، تمام كده، في اطار ان احنا ايه، ان احنا كيان وجنود وقاده وزي ما احنا عاوزين ما فيش مشكله. لكن هذا ليس بديلا عن التواصل مع الناس. لازم اخواننا ندرك هذا المعنى. ما ينفعش ان احنا ما نتواصلش الا مع اللي يشبهنا، وبالتالي تتحول مؤتمراتنا، ندواتنا، جلساتنا الخاصه، جلساتنا العامه، كل حاجه هي الاخوه المهدؤون. يعني يقولوا ايه عايزين نعمل مؤتمر انتخابي، هات الشيخ فلان وهات المرشح العلاني وهات القيادي الفلاني البارز في الحزب، خلاص تمام. نيجي نبص نلاقي 2000 3000 كرسي مرصوصين، حاجه وهم، كلهم الاخوه والاخوات. طب أين بقية المجتمع خارج هذه الدائرة؟ فين التواصل معاهم؟ بل المفترض أنت ليك مساحة تأثير، كل واحد فينا ليه دائرة تأثير بيأثر فيها في الناس. وأنت مش إحنا في النهاية هنخاطب بعض؟ يعني إحنا لو نخاطب بعض يبقى عاملين زي نحكي في المحكي، يعني نعمل الحاجة اللي هي معمولة. تحصيل الحاصل ده إيه فائدته؟ إيه اللي هيقع من وراءه؟ فاحنا عاوزين نقول ان التعاون فيما بيننا على البر والتقوى ليس بديلا عن التواصل مع المجتمع والوصول لكل الناس كل فئات. والتجارب على فكره بتثبت ده. شوف الاخوه في التجربه الفائته بتاعت الانتخابات الاخيره دي، ايا ما كان نوع العمل، بس كان اقرب عمل كان هو تجربه الايه، الانتخابات، وحملات طرق الابواب والتواصل مع الناس. الاخوه لما تواصلت بشكل يمكن أكثر كمان انفتاحا عن التواصل الأول اللي هو كان بتاع 2011، كانت الدنيا فيه الناس هي اللي منفتحة علينا، مش احنا منفتحين على الناس، يعني الناس هي اللي جاية منفتحة عليك في 2011، هي اللي عايزة تعرف عليك، هي اللي عايزة تيجي تديك صوتها، هي اللي عايزة تجربك، هي اللي عايزة تجربك. هم زهقوا من شكل معين وجايين عايزين يجربوا شكل جديد آخر، وانت اللي كنت موجود على الساحة، فخلاص الناس جاية هي اللي عايزة تجربك. طيب لا تخيل بقى لما بعد المعركة اللي مرينا بيها وحالة التشويه الرهيبة اللي ألصقت بينا، لعين احنا اللي ينظر لممارستنا وكده افترض يقول ان احنا ابعد الناس عن ان احنا نشوه، لكن اللي بيدير مثل هذه الاشياء ما عندهوش تفريق بين هذا وذاك، هو في النهاية يريد ان هو يأمن لنفسه مساحة ما، فيتم تشويه الجميع وتلصق التهم بالجميع ويقصى ويبعد ليه الجميع. انت في الحالة دي خدت قرارك بانك انت هتنفتح على الناس وتعرف الناس بيك وتبعد عن نفسك التهمة. الناس اللي اخذت بزمام المبادرة والاختلاط بالناس فعلا وتواصلت مع الناس على الرغم من انه قد يكون بعدهم بعيد عنك،
يعني منهم وجهاء ومنهم مثلا أصحاب مثلا رؤوس أموال ومنهم ناس أصحاب نفوذ ومنهم ناس عاديين في المجتمع أي من كانت يعني طبيعة وجودهم فيه، وكل ده أنت وصلت معاه، وكانت النتيجة أنك أنت قلت أن والله ده أنا في ناس كنت أظن فيهم أنهم ينظرون إلي بعين سلبية، وجدت أن ناس مرحبة وبتسمع بتقول طب والله أنت بتقولش الكلام ده ليه؟ طب أنتوا فين من زمان؟ طب ليه ما اتكلمتوش عن نفسكم؟ طب ليه ما بتعلنوش عن مبادئكم؟ الكلام ده بيقابلنا كتير. يبقى إذن احنا عندنا فعلا تقصير حقيقي في التواصل، وبالتالي أحد أهم النقاط أنك تتقوى بظهير حقيقي من مجتمعك المسلم اللي أنت عايش فيه، اللي أنت جزء منه لا تنفصل عنه، أنت خادم له، وده لازم يبقى في حسك واضح جدا. أنت مش مخدوم فيه، مش ملك يعني، أنت متوج وأنت مقدم عليهم. ربما يقدم الله سبحانه وتعالى من يشاء بالتزامه وحسن إسلامه وكلام زي كده، لكن هذا أمر عند الله. أنت في نفسك دعك يعني مما هو عند الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى يفعله كيف ما شاء عز وجل، هو أعلم بما في صدور العالمين، أعلم سبحانه وتعالى بالشاكرين. لكن أنت في نفسك أنت خادم فعلا للمجتمع ده، خادم لي ببذل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودي أعظم خدمة على فكرة، لأنك أنت بتخدم المجتمع بتقريبه أكثر للإسلام وتعريفه بالدين والأخذ بزمام المجتمع إلى طريق الهداية السبيل المستقيم، ده دورك، فدي أعظم خدمة حقيقية أنت بتقدمها للمجتمع. فما ينفعش أبدا أنك تعطي ظهرك ليه، ولا أنك تنعزل عنه، ولا أنك تنكفئ بعيدا عنه، لا 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 بالعكس، أنت مقبل عليه حتى وإن قدم إليك منه بعض الأذى، لكن أنت مقدم عليه ومنفتح عليه. ليه؟ لأن هو دوت السبيل الوحيد، لأن الأمة دي كلها تتجيش في صراعها مع الباطل. وإلا شوف أنت نفسك مهما كثر عددك في مجتمع زي المجتمع المصري فضلا عن عموم الأمة بقى بكل مجتمعاتها المجزأة دي، أنت هتساوي إيه يعني مهما كنت من عدد في مقابلة جحافل من جيوش وأباطرة الباطل؟ يبقى أنت لابد أنك أنت من باب الأسباب تنظر فعلا إلى علاقة حقيقية مع هذا المجتمع. النقطة اللي بعد كده هو الانفتاح على الوسائل بقى، الانفتاح على ليه؟ على الوسائل، وده أمر مهم جدا، أن كل وسيلة متاحة ممكنة مباحة لا تتعارض مع الشرع في ذاتها في أي شيء يعني، يبقى هذه الوسيلة احنا بنتوسل بيها، هذه الوسيلة بنتوسل إيه؟ بيها. ومش لازم أن احنا خلاص احنا درجنا وخرجنا على شكل معين من الوسائل يبقى هو هنعمله. يعني معلش النهاردة أنت علشان تجيب الشباب تجذب الشباب تعمل حاجات جاذبة للشباب، ممكن الجو اللي احنا قاعدينه ده مش الجو بتاع الشباب. النهاردة أنت لو جبت شباب دلوقتي قعدتهم قدامي وأنا قعدت أتكلم معهم كلام قريب من ده أو شبه ده بالشكل اللي أنتوا قاعدين بيه ده، طب أنتوا صبرانين علشان كل واحد ورا منكم وراه وظيفة في الدعوة وموظف فيها بيقوم بيها دور بيؤديه واجب معين معنى عايز ينقله بتاع، فهو صبران قاعد وعمال يقاوم نفسه وجاي تعبان ممكن يكون عايز ينام وانا عمال ارغي ومش عارف ايه وشويه حاجات كده كلها على بعضيها كويس، لكن هو صبران وخلاص تمام. انما ممكن النهارده انت عشان تجيب شباب عايز تدعوه، لا ممكن يكون محتاج وسائل تانية، خلاص ممكن تكون الوسائل التقليديه هو تجاوزها ما بقتش قابله عنده ان هو يتفاعل معاها، ما ينفعش نتفاعل معاها. فالنهارده هو محتاج انك تعرض له مثلا الحاجات في مقاطع كليبات، محتاج تجيب له مثلا حاجات تعرض عليه بوسائل توضيحيه زي الداتا شو، محتاج انك تحط له مثلا سبوره، محتاج بدل القعده دي ان هو يقف المحاضر يقف يتحرك يبقى عنده لغه للجسد ولغه للوجه ولغه للعين يركز في عين اللي قدامه بيتكلم معاه، محتاج شويه حاجات عشان يحسسه بان هو متفاعل وتواصل معاه. لكن ممكن النمط بتاع ان انا اعمل كده واقفل كده وعندي كلمتين وعاجبك تسمعهم اسمعهم مش عاجبك تسمعهم انت الخسران، الكلام ده كان ممكن في وقت بيشتغل لكن ممكن في وقت تاني ما ايه ما يشتغلش. فاحنا لازم ننتبه ان حتى كل الوسائل الممكنه لازم ننفتح عليها، كل الوسائل الممكنه لازم مش لازم نجمد على شكل معين. يعني ممكن في وقت في مكان من الامكنه شكل العمل اللي يفتحه ان انا اتحرك في وسط الناس بعمل اجتماعي، ممكن في مكان تاني لا الناس في حاجه للعمل الدعوي اكتر منه العمل الاجتماعي، ممكن في مكان تالت يمكن حاجه الناس للعمل السياسي والعمل الحزبي هي اللي تفتح معاهم باب معين من الابواب. مش لازم اجمد على شكل في العمل وافرضه على الناس، لازم انظر في متطلبات واحتياجات الواقع اللي انا بتحرك فيه، هذا الواقع اللي انا بتحرك فيه والاحتياجات بتاعته ايه هي، وايه هي الاحتياجات دي ما لا يتعارض مع يعني ايه هي من الاحتياجات ديت ما لا يتعارض مع الشرع وانفذه واديه ايا ما كان. فدوت امر برضو من الامور المهمه جدا اللي احنا لازم ننتبه اليها، هو الانفتاح على مساله الايه، الانفتاح على مساله الوسائل.
برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا ويمكن أنا حتى مأخرها للآخر عشان عاوز أختم بيها يعني، وهو شعورنا بالمسؤولية تجاه كل هذه الأشياء. شعورنا بالمسؤولية تجاه إيه؟ تجاه كل هذه الأشياء، يعني تجاه الصراع نفسه كصراع. جزاك الله خير. أنا تفضلوا معانا يا اخوان. طبعا انا عارف انها عزومه مركبيه يعني، بس مش مشاكل. بس لو واحد قرر انه يتفضل مش هقول له لا يعني. حد عايز؟ تشكر والله. بقول يعني رؤيتنا للصراع ككل بين الحق والباطل، الادوات والادوار اللي احنا المفترض نقوم بيها، تحصيل العلم والعمل. جزاك الله خير. تحصيل العلم والعمل في الذات أو في الغير بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح في النفس، نحن نبحث عن أنفسنا، نرتب صفوفنا وننظم جهودنا ونتجه في اتجاه واحد بدل ما احنا نتفرق ونتحرك في اتجاهات عشوائية. انفتحنا على المجتمع نفسه وتواصلنا القوي جدا معاه، التوسل بكل الوسائل الممكنة المباحة التي لا تتعارض مع الشرع في إنجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الهدف المقصود. المعاني دي وغيرها من المعاني، كل ده لا يتحقق إلا بشيء أساسي هو في كل واحد فينا. الشيء ده هو في كل واحد فينا، والشيء ده مش محتاج شيخ هو اللي يديهولك في كتاب ولا يكتبه لك في ورقة ولا وصفة، حاجة ذاتية، ذاتية الحث. المعنى ده هو باختصار شديد جدا الشعور بالمسؤولية تجاه جميع ما سبق. لو إجمالا قلنا تجاه الدين وتفصيلا تجاه كل تفصيلة من التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها، الشعور بالمسؤولية الحقيقية، الشعور بالمسؤولية اللي يستشعر الإنسان فيها إن هو صاحب مهمة وإن هو صاحب هدف وان هو حلقة في مسلسل وان هو استلم الراية وهيسلمها. الشعور بالمسؤولية اللي نابع من ان الانسان بيعمل وان الله سبحانه وتعالى يراه، فان لم يكن يراه مش كده تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه يراك، معنى الاحسان يعني في العمل. الشعور بالمسؤولية ده من اهم أن المعاني التي لابد أن نتحلى بها في كل تفصيلة ودقيقة من دقائق العمل مع الله سبحانه وتعالى. بغيابها هتلاقي روح الاستهتار والكسل والفتور والترف في التعامل مع الدعوة والنظر إلى الأمور الدعوية العظيمة إن إحنا نملك أمامها رفاهية الاختيار نعملها أو ما نعملهاش. كل المعاني دي كل المعاني اللي بقول لحضراتكم عليها دي زوالها أو بقائها مرتبط بوجود الشعور بالمسؤولية من عدمه أو بأي درجة من درجاته. وشوف كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وده معنى مهم جدا، معنى في غاية الأهمية. والإخوة اللي تدرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفقه، مش معرفة الفضل، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإخوة اللي تدرس العمل الجماعي ومشروعيته وما يهدف إليه، أنت عايز تعمل إيه بالعمل الجماعي ده؟ بتحقق إيه بالظبط من فروض الكفايات وغيرها مثلا من إيه من الأشياء؟ اللي بيدرس الدراسات دي وبيدركها على التفصيل بيشعر بمدى الخطر الحقيقي اللي هو فيه، وإن هو لا يسع إن هو يتعامل مع الأمور باستهتار، وإن هو قد يأثم لو توانى بشخصه بذاته، لو أن هناك منكر من المنكرات وهو عين لهذا المنكر أو مع غيره قادر على تغييره أو بأمر القادر أو بأي صورة من الصور وهو قصر في ده. كل ما زاد علم الإنسان وإدراكه للتفاصيل وطبيعة المهمة اللي هو مكلف بيها بيستشعر باستمرار الخطر. الخطر ده بيدفع للعمل، بيدفع. وعشان كده تبص تلاقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شعورهم بالخطر الدائم كان بيدفعهم باستمرار لإيه؟ العمل، جد، اجتهاد، في خلوة في عمل، في أمام الناس في عمل، في سر في علن، في سياسة في اقتصاد في غيرها في عمل دائم،
حركة لا تتوقف. ليه؟ في شعور بالخطر، الخطر الحقيقي. واللي يعود أو يرجع لأقوال السلف ونوعية المخاطر اللي كانوا بيستحضروها، وأن الواحد منهم ما كانش يأمن نفسه أبدا في الدنيا، وباستمرار دائم استحضار الخطر على ذاته، وبالتالي كان بيندفع العمل بكل قوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعدين تنتبه لطبيعة التمثيل اللي النبي عليه الصلاة والسلام مثله، مرة بالإمام إمام المسلمين، ومرة بالرجل في بيته، ومرة بالمرأة في بيت سيدها أو في بيت زوجها، ومرة بالخادم أو بالعبد في مال سيده. كل دولة النبي صلى الله عليه وسلم سماهم رعاه، وسوى بين الخادم والعبد وبين الإمام والأمير والملك والرئيس، وسوى بين الرجل وبين المرأة، في أن الجميع صاحب مسؤولية، الكل صاحب مسؤولية. وبالتالي ما فيش حاجة اسمها أنا مش صاحب مسؤولية، أنا ما كلفتش، أنا مش عارف إيه، وبالتالي أنت شايف نفسك يعني تعمل أو ما تعملش مش مشكلة. لا، قضية أخوانا قضية خطيرة فعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، بيقول كده صلى الله عليه وسلم على اعتبار النظر لكل واحد من أفراد الأمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل واحد مكلف ينظر لنفسه أنه هو دخل في إطار هذه المسؤولية مباشرة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعدوا إعداد عجيب يخلي الواحد منهم ممكن بأمة. وتشوف كده، أنا بستحضر دائما الموقف الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فيه أقوام سألوه رجلا يعلمهم الإسلام والسنة، رجلا يعلمهم الإسلام والسنة، يعني ناس جاية من مكان بعيد تسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، مش بيسألوا كتير، مالوش مثلا ادينا مجموعة، مالوش ادينا فرقة كتيبة، رجلا واحد بس هيعمل ايه؟ يعلمنا الإسلام والسنة. انتوا متخيلين ان دي مهمة سهلة، ان النبي عليه الصلاة والسلام ينتدب رجل يعلم الناس الإسلام والسنة؟ ده مش واحد رايح هيشرح لهم كتب السنن ويحفظهم القرآن الكريم ويقعد في الجامع وخلاص على كده، مش كده. ده راجل رايح يصبغ الأمة بالإسلام، أمة من الناس رايح يصبغهم بالإسلام في كل حاجة، في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي خصوماتهم والفض بينهم، في النزاعات، في دماء، في أموال، في أعراض، في أي شيء من الأشياء. راجل رايح يقيم بين هؤلاء الناس الإسلام والسنة، الله يطلع منهم أمة مجاهدة، طلع منهم مجاهدين في سبيل الله، راح يطلع منهم علماء، راح يطلع منهم ناس تخدم الإسلام والدين. دي مهمة، صناعة الناس دي مش مهمة سهلة، دي أصعب المهام. عارفين أنتوا صناعة الحديد والفولاز وصهر وإعادة تشكيل وكلام زي كده سهلة، سهلة. اللي أصعب منها صناعة الرجال أو صناعة المسلمين والشخصيات المكتملة النمو والنضج الإسلامي، ده شيء مش سهل. وهم جايين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مش كتير. طيب، هل عقمت أمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه صلى الله عليه وسلم وجيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ان هم يخرجوا مثل هذا الرجل؟ ده شوف الصحابة، ودي ما كانتش الحادثة الأولى ولا الأخيرة اللي هم يعملوا فيها الكلام ده، كلهم يستشرفوا أن يكون هذا الرجل، كلهم يستشرفوا أن يكون هذا الرجل. ليه؟ لأن ده صاحب مقام ومكانة. النبي عليه السلام جاء ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا، حق أمين، يعني مش واحد عادي. عارفين أنتوا حق اليقين وحق الجهاد وحق التوكل، حق الشيء وحق الإيمان، حق الشيء تمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لأبعثن معكم رجلا أمينا. أمين على إيه؟ على الإسلام والسنة، أمين على هؤلاء الناس، أمين على نقل هذا الدين، رجلا أمينا، حق أمين. وبعدين قم يا أبا عبيدة، على طول قم يا أبا عبيدة، رجل أمين، حق أمين. لا احنا كده مثلا، طبعا انا اولكم، يعني يجي كده مثلا علينا شيخ موقر كبير، قياده ضخمه من القيادات، فبعدين يجي يقول ايه عشوائيا كده وهو مغمض كده، كلنا مستعدين وكلنا نصلح لهذه المهمه وكلنا نستشرف ان نكون هذا الرجل، هنروح مثلا حته في ادغال افريقيا، بلد من البلدان في الصعيد محتاجه داعيه الله سبحانه وتعالى يقعد بين الناس، مش روح يقول لهم محاضره ويروح،
مش يروح يقعد الناس يقول لهم المحبة والسماحة والكلام معاني كويسة وحلوة، بس مش هو كده يعني. واحد يرب الناس، مش يطلع ناس ملتحين ومنقبات، مش كده. يطلع ناس ملتزمة بالدين، بتحمل هم الإسلام، ناس دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، بيربوا أبنائهم على كده، مجتمعات مسلمة، بيصنع رجال وشباب. فهل فعلا هو يقدر؟ احنا عدد اهو مثلا ما اعرفش عددنا كام، بس يخش علينا كده شيخ موقر فقول ايه وهو مغمض كده، قوم يا فلان. فينا حد مؤهل لده واحنا مغمضين كلنا كده؟ ده نادر عزيز، لانك انت اما هتروح في وسط ناس زي كده ده انت هتتعرض لكل شيء في حياتهم. مين فينا المؤهل ان هو يتعرض لكل شيء في حياه الناس، في اعتقادهم في عبادتهم وفي عملهم وسلوكهم واخلاقهم وادبهم وفي سلمهم وحربهم وملهم واعراضهم وكل حاجه؟ مين فينا مؤهل ان هو فعلا يقوم بالدور ده ويؤتمن عليه حق الامانه؟ ده نادر، نادر الوجود، مع ان في الاصل المفترض كلنا يسعى ان يكون ذاك الرجل، لان ده استعمال وعمل مع الله سبحانه وتعالى، ده عمل مع الله عز وجل مش عمل مع البشر. انت ممكن تكون هتضنى فيه وهتتعب وهتتعنى، لكن انت في النهاية مدرك ان ما عند الله عز وجل خير وابقى، مدرك انت الكلام ده. فلازم اخوانا استشعار الكلام ده. بيحضرني برضو في سورة البقرة فيها تسلسل عجيب قوي. التسلسل ده بيبرز الموضوع او القصة كاملة زي ما بيقولوا، يعني القصة الكاملة لموضوع المسؤولية تجاه الدين وتحملها. شوف كده سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. قال إيه؟ قال أسلمت لرب العالمين. ده الالتزام في خاصة الإيه؟ نفس. طيب يتوقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد؟ دوره كده انتهى؟ لا، الدور أكبر من كده. قال أسلمت لرب العالمين، وبعد كده ووصى بها إبراهيم بنيه، بس ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم ليه الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتتعجب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه، ثم بنوه الأحفاد بقى مش كده، كلهم على قول واحد إن الله اصطفى لكم الدين، يعني مفيش تبديل مفيش تغيير مفيش اختراع مفيش ابتداع، هي كلمة واحدة ثابتة، المنهج مفيهوش تغيير مفيش عبث واضح جدا إن الله اصطفى لكم. وتدرك مدى العزة ومدى الاصطفاء الحقيقي فعلا، ومدى الاختيار من الله سبحانه وتعالى لفئة من الناس للعمل بالدين وللدين. إن الله اصطفى لكم الدين، وتعريف كلمة الدين اللي بيبرز شمولها وامتلاءها وكمالها وتعظيمها، اللي يخلي الإنسان فعلا لما يتقال كلمة الدين فعلا يرجف ويرهب حقيقي. إن الله اصطفى لكم الدين. وبعدين النصيحة، تمام النصيحة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كلهم قالها، كلهم إيه قالها، يعني إبراهيم قالها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإسماعيل وإسحاق قالها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويعقوب قالها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتستشعر إن القضية مش قضية إن أنا اللي أبقى ملك ممكن أو متوج. كتير من الإخوة الأيام الانتفاش البلوني دعبتهم أحلام التمكين والخلافة والدولة وكلام زي كده، وإحنا الإسلاميين وصلوا الحكم، ما همش وإحنا لا كنا وصلنا ولا عملنا، إحنا كانش في حاجة أصلا كانش في حاجة، وظنوا ان هو دي نهايه المطاف، احنا بس بنفنش الصوره من بره. والمجتمع متاكل بالشهوات والشبهات وانواع المنكرات، والمنكر هو الاصل في كثير جدا من الاحيان، والمنكر المحرم هو اللي موجود والمعروف الواجب زائل وكل ده. وفي ناس تخيلت ان خلاص، لكن الاسلام او الدين والقران بيعلمنا القصه مش قصه ان معنى خدمه الاسلام يعني التمكين لك، العبرة انك انت تموت وانت على الاسلام في انهي مرحلة مش مشكلة. ممكن تموت في المرحلة اللي مات فيها سمية وياسر رضي الله عنهما، في الاول خالص ما شافوش حاجة، دول ما شافوش غير التعذيب، اسلموا وعذبوا وماتوا. وممكن تبقى انت ابنهم
عمار اللي هو يصل لحد ما يفتح بلاد فارس ويبقى أمير فيها وبتاع وكلام زي كده ويعمر في العمر، ويبقى هذا وذاك يشملهم وصف السابقين الأولين كلاهما، دول ودول، مين منهم هيقعد على العرش، مين منهم هيموت على الطريق، مين منهم هيموت في أول الطريق، مين منهم في آخر الطريق، مش هيدي القصة. القصة أنك أنت تموت وأنت تعمل مع الله، فعلا تبقى مستعد على الدوام أن في حال الموت أن تموت وأنت عامل مع الله سبحانه وتعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من غير أوصاف زائدة، من غير رتوش، ما فيش شرط، ما فيش وصف زائد. العبرة بالموت على الإسلام أخواننا. الكل إذا عمل مع الله سبحانه وتعالى أي مكان الحال أو الظرف الذي مات فيه أو الوصف الذي مات عليه، هو في الآخر مات على الإسلام عاملا به في نفسه وداعيا إليه. هي دي قمة المكانة فعلا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف التوصيف العملي بقى، أهو ده كلام زي ما كلنا بنقول، ما هو كلام، إحنا بنقوله هو كلام، لكن الواقع العملي بيثبت الكلام ده. شوف، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، إذ حضر يعقوب الإيه؟ الموت. حال صعب، حال الموت ده حال صعب. الواحد هو بيحتضر والموت كده عند رأسه ويعاينه، خلاص إنسان بيبقى زي ما بيقول كده في وادي آخر. لكن شوف نظر الانصباغ بشيء ما يعيش الإنسان عليه ويموت عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وتشوف سبحان الله يعني إيه تسلسل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتسلم الرايات من جيل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقول لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويسلم الراية لبنيه، ويأتي بنوه من بعده فيحملون الراية ويقولون لمن بعدهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فيسلمونهم الراية، كلهم يحافظوا عليها، كلهم يحافظوا عليها، لحد ما يأتي يعقوب عليه الصلاة والسلام يأخذ الراية بنفس الكلمة وعلى نفس العهد وبنفس الميثاق، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأخذ الراية، يأتي يعقوب الموت، يوم جاي يعقوب صلى الله عليه وسلم هو على فرش الموت يقول لبنيه نفس الكلام، ما تعبدون من بعدي. هو ده معنى الإسلام، هو ده معنى الإيمان والدين والتوحيد، هو ده معنى لا إله إلا الله. دي قضية أخوانا يعيش الإنسان عليها ويموت عليها، وهو حريص أنه يسلم الراية لمن بعده. يعني أنا هضرب مثال عملي، إحنا كده إيه مع بعضين، ممكن تتفاوت أعمارنا، يعني فينا ما شاء الله اللي شاب شعره وبيضت لحياته تقدم به السن، ماشي كده، وفينا اللي هو لا يزال حدثا. إحنا بينا وبين بعض عندنا تقسيمة داخلية، يقول لك دولة الجيل القديم ودول جيل الوسط ودول مثلا الجيل الصغير أو كده يعني. لكن إحنا في نظر المستقبل كلنا جيل واحد، في نظر المستقبل يعني كمان 50-60 سنة كده ولا حاجة، الناس لما تيجي تقعد تحسب حساباتها، يا عالم بقى مين هيبقى عايش ومين هيبقى مات، الله أعلم يعني، لما تيجي تحسب الناس حساباتها، كل الناس اللي كانت موجودة في الفترة دي من الزمن في نظر الناس جيل. إحنا تسلمنا الراية بأي شكل. كل واحد فينا على فكرة لابد أنه هو يشعر بالكلام ده مع نفسه، استلم الراية ولا ما استلمهاش، حافظ عليها ولا لا، سلمها للي بعد منه ولا ما سلمهاش. كل واحد في موقع تأثيره، حضرتك محافظ في المسجد، التاني خطيب على المنبر، التالت بيعز الناس، الرابع بيخرج في عمل اجتماعي، ده بيمثلنا في البرلمان، ده مش عارف بيعمل ايه، كل واحد في مكانه. أخذ الراية بحق، سلمها ولا لم يسلمها ولا وقعت منه، إيه اللي حصل؟ لازم إخواننا فعلا نتبصر في هذه المعاني ونخلع عن أنفسنا ثوب الاستهتار شوية. العمر لا يحتمل، فترة العمر المتبقية حتى وإن طالت في حس الناس كحسابات يعني، يبقى أن أطول الأعمار هي قصيرة جدا، قصيرة جدا وقليلة جدا. فلابد ان احنا ننتبه لهذه الاشياء، ولابد فعلا ان احنا ندرك اننا جنود للاسلام عاملين في حقله في ميدانه، ولازم كل واحد يبحث لنفسه عن مكانه عند الله سبحانه وتعالى.
وكل ما كان الإنسان حريص على مكان عند الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى له الذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا والآخرة. شوف كده أنبياء الله، أنا غير حد فينا حد شاف سيدنا نوح؟ فينا حد شاف سيدنا إبراهيم؟ فينا حد شاف سيدنا موسى؟ شفنا الأنبياء والمرسلين؟ شفناهمش. شفنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفناهمش. شفنا كثير من الصالحين؟ ما شفناش. ومع ذلك في حق الأنبياء تجد ربنا سبحانه وتعالى يذكر في حقهم وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين. يبقي الله له ذكرا حسنا وثناء جميلا إلى الآخرين. إحنا نيجي هنا ونقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفلان من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وندعو لهم ونترضى عليهم ونترحم عليهم وندعو لهم بالمغفرة، وأعمالنا في ميزانهم عموما. دي معاني مهمة جدا. تشوف أنت لما تيجي يوم القيامة كده تلاقي في ميزانك عملك وعمل غيرك ممن لم تعاينه ولم تبذل له جهدا. فالخلاصة يعني إخوانا وإحنا بنختم الكلمة بتاعتنا، إن إحنا لازم ندرك إن العملية دي كلها اللي إحنا بنتكلم فيها هي عملية مغلفة بالشعور بالمسؤولية. ده غلفها، ده غطاءها، ده الشيء الدافع فيها، وده اللي بيخلي الإنسان باستمرار ينبض بالعمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.